مشاهدينا مشاهدي نيل التعليم العالي في كل مكان، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من نقطة تحول. كلامنا وحديثنا النهاردة هيكون عن الإنشاد الديني والشعر الحديث. معنا ومعكم حديث حول هذا الموضوع المبتهل عمر نايل. أستاذ عمر برحب بيك معنا. أيضا معنا ومعكم الشاعر حسن الوكيل. أستاذ حسن برحب بيك معنا. أهلا بحضرتك أستاذ. يعني نبدأ مع حضرتك أستاذ عمر وفكرة الابتهالات الدينية. أولا ممكن نعرف كلمة الابتهالات أستاذ عمر يعني بإيه، أو إيه هو الابتهال الديني؟ الابتهال أو المدائح النبوية، زي مثلا بتبتهل وتتضرع لله وتمدح في النبي عليه الصلاة والسلام، وتمدح في النبي وتتضرع، والدعاء ما هي إلا دعاء وتضرع لله عز وجل. بس يعني تضرع لله سبحانه وتعالى دعاء، ما هي إلا دعاء دعاء يعني ويغنى بعد كده فهيبقى ابتهال. يعني مثلا زي حضرتك، مثلا انا بسمع للشيخ نصر الدين طوبار والشيخ سيد نقشبندي من فتره، صحيح، ويعني الصوت، اداء الصوت والنغم جميل. النغم في يعني تحس ان في موسيقى جميله جدا بتشد الواحد. انا من فتره وانا بسمع لهم، بحب اسمع لهم، وابتديت انا لي ابن عمي امام وخطيب مسجد، فإدناك كم كتاب ديني، في بقى أبيات بقيت أنا أنقلها وبقيت أحفظها، بقيت تاخد هذه الأبيات وتنشدها بعد كده. يعني ما استنيتش أنك تنشد أشياء يمكن سمعت إنشادها قبل كده، لكن ممكن تاخد أشياء وتعجبك وتنشدها. فهو لما سمعني مرة واثنين عنده في البيت، فقال لي طب خد الكتاب ده فيه كذا قصيدة وإيه واحفظ وإيه، وأنا بقى زبطت على صوت أنا. صحيح. طيب أستاذ حسن، هل ممكن تكتب بعض الأبيات الشعرية تغنى بعد كده وتنشد بعد كده إنشاد ديني؟ يعني بعض الأبيات مثلا الدينية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، في طبائع الإسلام، يعني أشياء من هذا القبيل، فكرت في ده قبل كده؟ طبعا هو أنا ما يعني ما حاولتش أعمل التجربة دي، لكن الشعر عموما ممكن من السهل جدا ان هو يتحول لاغنيه، وممكن برضو لو الشعر ديني وكده ممكن يتحول لانشاد. صحيح. طيب استاذ عمر، يعني ممكن نسمع من حضرتك الانشاد عشان نعرف بس الانشاد ممكن يبقى شكله عامل ازاي، او الناس تبقى فاهمه مع حضرتك الانشاد شكله عامل ازاي. ماشي. عن ايه الانشاد اللي هتنشده دلوقتي يا استاذ عمر؟ يعتبر الدعاء برضو دعاء. طيب نسمع مع حضرتك، اتفضل. رب البرايا يا إلهي وخالقي، ما لي إله يا كريم سواك، أنت الذي تعطي وفضلك واسع، ما لي إله رازق إلاك. رب البرايا، رب من ذا سواك
فضل والرشد فاقبل لعبدك يا الله فاقبل لعبدك يا الله توبته واغفر لنا يوم لا مال ولا ولد. الله ربي يا من يا من يا من إذا قلت يا مولاي أعطاني يا من إذا قلت يا مولاي أعطاني وقال أقبل فإن العفو من شاني أعصاك تسترني أنساك تذكرني فكيف أعصاك وكيف أنساك فكيف أعصاك يا من لست تفضحني وكيف أنساك يا من لست تنساني. جميل يا أستاذ عمر، بنشكرك جدا، شيء جميل الحياة وشيء بديع جدا أنك بكاد تكون كمان المعاني بهذا الشكل، شيء يعني أكيد في إقبال طبعا من الناس على ده. الشعب المصري متدين بطبعه، أكيد في إقبال جدا لو أنت قلت الابتهالات دي في مكان عام. أو أنا بقالي حوالي يمكن وأنا عندي 10 سنين بتبتهل من أنت عندك 10 سنين؟ بحب أسمع لإذاعة القرآن الكريم شغالة عندي في البيت على طول. فكل فتره كده بيبقى فيه فاصل من الابيات، فاصل فاصل للشيخ مصر. احنا كلنا والله بنحب اذاعه القران الكريم جدا، الشيخ محمد عمران، الشيخ محمد الطوخي، فبيروح فانا بقى احب النغم بتاع الابتهالات دي، جميل جدا. صحيح، فانا إن شاء الله. ممكن يعني وانا ماشي وانا في شغلي ممكن ايه احفظ. انت بتشتغل في مجال بعيد عن الانشاد الديني خالص يا استاذ؟ لا، بعيد عن المجال. انا شغال في مصنع ازاز في جنب البترول في مستورد كده، شغال في الامن. يعني انت في مجال تاني خالص لكنك بتحب الموضوع. لا عادي، بس يعني وده شيء جميل. طب بتنمي الموهبه عندك وقت يا استاذ عمر انك تنمي الموهبه وانك في مثلا ممكن في يوم اجازه بقعد واكتب وبالمؤاخذه الراديو جنبي إذاعة القرآن الكريم، بسمع في أمسية بالليل 3 أيام في الأسبوع بسمعها، بتيجي الساعة 12 وربع. طب مركز جدا انت. بركز شيء جميل مثلا والله. بتبقى قرآن كريم وكلمة أو درس، وفي الآخر بتتختم بالابتهالات. انت بقى متابعها جدا؟ بتابع، ممكن أسجلها على التليفون بتاعي. جميل. ممكن يعني أعرف مثلا الشيخ ده بيمد في إيه وبينزل في إيه. شيء جميل. بحب أنا النغم بتاع المادة ده. شيخ، طب حد بيدربك يا استاذ عمر ولا انت كل مجهودك شخصي؟ حاجة. ده شيء جميل. يعني انت بدات كل ده لوحدك؟ انا جيت فجاه كده من سنه، جيت ابن عمي ده اللي هو امام خطيب ده ما كانش يعرف حاجه، قلت له انا عايز اقدم في الاذاعه. قال لي تقدم ايه؟ مبتهل. قلت له، قال لي ازاي ومش ازاي، مفيش حد يعرف انا الحاجه دي كده، ولا حد في البيت ولا حد يعرف. انا بقول لك، بقول لحضرتك اللي انت بتعمل ده في اماكن عامه، لسه ما عملتش ده في اماكن عامه خالص؟ لا، في من السنه اللي فاتت دي كان في احتفال المولد النبوي. أيوة. كان في ندوه دينيه في المسجد عندنا، فانشدت فيه، انشدت فيها شيء جميل كده. فانا ما كنتش اعرف ان فواد زميلي، واحد زميلي عارف وبتاع ان انا بنشد، بس هو اللي يعرف بس. أيه. المهم راح قايل اللي بيقدم، راح مقدمني وانا ما اعرفش. ما تعرفش كمان انك هتقول شيء؟ فرحت قايل، شيء قايل والحمد لله، يعني حسيت ان في استحسان من الجمهور. الحمد لله. وابن عمي ده بقى راح مديني، قال لي طب خد، فسمعني، قال لي طب انا عايز اسمعك وانا مش عرفني. فسمعني مره واثنين وثلاثه، فراح مديني كتاب، هو امام وخطيب عنده طبعا كتب دينيه كتير ما شاء الله، مقدمات للخطبه وكده، بياخد يعني مثلا الابتهالات دي
او ابيات شعر ممكن يحطها مقدمه للخطبه. صحيح. بحيث ان هي يبدا بقى الخطبه يتكلم بتاعته في خطبه بشكل جيد يعني. تمام. قال لي وكنت ماشي مع في برضو شيخ من محافظه الشرقيه كان جاي عندنا البلد، وبعدين قلت له برضو هو مبتهل في الاذاعه ما شاء الله، اداني الكارت بتاعه وبعدين شفته رحت له، هو كان بيقرا قران برضو ما شاء الله. ما هتلاقي حضرتك يا استاذ عمر انه المجال ده يعني مرتبط جدا بقراءه القران الكريم، مرتبط جدا بائمه وخطباء المساجد، لانه مش منفصل عنه ابدا يعني. لا انا القران كل الاشياء دي يعني تجويد القران يعني معلش مش قوي، مش زي انا حابب الابتهال بس مجالكم كلكم واحد مع بعض يعني. ده شيء جميل ان كل المجال ده الحقيقه في الاخر حاسه على القيم الاسلاميه. يعتبر القران الكريم او الابتهالات او الدعاء او التضرع دي يعتبر كلها مجال واحد. صحيح. رايك ايه يا استاذ حسن في موضوع ايه بالظبط؟ في موضوع انه يعني مش منفصل ابدا ان الانسان يبقى محافظ على قيمه ان هو يبتهل دينيا، وان هو يعني يقدر يقوم من نفسه يعني استاذ عمر قوم من نفسه من ادائه من غير ما اي حد ما يدربه. ممكن الانسان يعمل ده لو عنده المدخل الديني ده قوي قوي. الموهبه يعني بتتولد مع الانسان طبيعي، اي بني ادم عنده. هي ممكن تبقى في بعض الاوقات طبعا محتاجه ثقل، وممكن في بعض الاحيان الاخرى تبقى عن طريق دراستها او الاستماع الجيد او القراءه يعني حاجه زي كده يعني. تمام. طيب انت معاك قصيده يا استاذ حسن كتبها شاعرنا الكبير استاذ فاروق جويده في موضوع اساءه الولايات المتحده او اساءه يعني بعض الناس في الولايات المتحده للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وكان كتبها عن المرتد سلمان رشدي صاحب ايات شيطاني. فطبعا هي القصيدة تتماشى مع نفس الحدث، لأن كان برضو سلمان رشدي كان أساء للنبي عليه الصلاة والسلام مثلما فعل بعض الموتورين يعني بعض من الموتورين وأساءوا للنبي عليه الصلاة والسلام. القصيدة بتقول: في زمن الردة والبهتان اكفر ما شئت ولا تخجل، فالكفر مباح يا سلمان، ضع ألف صليب وصليب فوق القرآن، ارجم آيات الله ومزقها في كل لسان، لا تخشى الله ولا تطلب صفح الرحمن، فزمان الردة نعرفه زمن المعصية بلا غفران، إن ضل القلب فلا تعجب أن يسكن فيه الشيطان، لا تخشى خيول أبي بكر أجهضها جبن الفرسان، وبلال الصامت فوق المسجد أسكته سيف السجان، أتراه يردد باسم الله بلا استئذان، أتراه يردد باسم الله ولا يخشى بطش الكهان، أكفر ما شئت ولا تخجل فالكل مهان وجبان، خبرني يوما يا سلمان حين تفيق من الهزيان، هل هذا حق الفنان أن تشعل حقدك في الإسلام أو تغرز سمك في القرآن، أن تشعل ماء النهر سموما تسري في الأبدان، لن يشرق ضوء من قلب لا يعرف طعم الإيمان، لن يبقى شيء من قلم يسفك حرمات الإنسان، أكفر ما شئت ولا تخجل ميعادك آت يا سلمان، دع باب المسجد يا زنديق قم واسكر بين الأوزان، سيجيئك صوت أبي بكر ويصيح بخالد قم واقطع رأس الشيطان، فمحمد باق ما بقي الدنيا الرحمن، فمحمد باق ما بقي الدنيا الرحمن، وسيعلو صوت الله في كل زمان ومكان، وسيعلو صوت الله في كل زمان ومكان. بالتأكيد طبعا يا أستاذ حسن، يعني مشكورة جدا على اختيارك لهذه الأبيات لشاعرنا الكبير فاروق جويدة، وهنقف مع حضرتك ومع أستاذ عمر في فاصل سريع وأغنية إلا الحبيب، ونعود مرة أخرى انتظرونا بعد الفاصل. رسول السلام
ورجعنا مرة تانية مشاهدينا مشاهدين التعليم العالي في كل مكان، وما زلنا بنواصل فقرات برنامجكم نقطة تحول وحديثنا عن الابتهالات الدينية والشعر الديني. برحب بحضرتك مرة تانية أستاذ عمر وأستاذ حسن. يعني الابتهال الديني مرة تانية نرجع له يا أستاذ عمر، وإزاي ممكن يأثر الابتهال اللي بتقوله في الناس اللي قدامك؟ أنت لما أنشدت في مكان عام في حفلة في مسجد، إيه اللي ممكن تكون شفته مرد فعل على الناس؟ بتتكلم عن سلوك الإسلام الحنيف، بتتكلم عن قيم إسلامية جميلة. أكيد طبعا، أنت لما بتقف مثلا في أي ندوة دينية أو في أي أمسية دينية وبتبتهل، يعني لازم في الابتهال ده الصوت يعتبر يعني مغزى زي اللي بيغني. لازم في موسيقى جميلة، الموسيقى دي يعني هي اللي بتشد الناس. صحيح. والابتهالات دي، وفي هل في مهارات معينه المفروض تكون عندك يا استاذ عمر كمبتهل؟ ايه المهارات اللي عندك؟ مثلا الصوت يبقى حلو، النص نفسه اللي انت مختاره، يعني ايه المهارات دي؟ لا، في لازم ان عندي كل اخر بيت قصيده لازم الوقف بتاعها بيبقى جميل، فده اللي بيشد انتباه الناس. صحيح. ده اللي بيشد انتباه الناس جامد. هنسمع ايه منك يا استاذ عمر مره ثانيه؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم لا تحرمنا في الدنيا من زيارته ولا في الآخرة من شفاعته وارزقنا محبته وتوفنا على ملته اللهم أوردنا حوضه الأصفى واسقنا بكأسه الأوفى شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي ليس لنا إلها غيرك فنرجوه ولا رب سواك فندعوه سيدي
أنت المكرم أنت المكرم في بني الإنسان أنت المكرم أنت المكرم أنت المكرم في لك منزل عند الكريم لك منزل عند الكريم معظم لك منزل عند الكريم معظم لك منزل عند الكريم معظم ما ناله ما ناله ما ناله ما ناله ما ناله أحد من الرحمن الصدق منذ نشأ أرفع شيمة أثنى عليك أثنى عليك أثنى عليك جحافل العدوان والجود فيك فضيلة محمودة والجود والجود فيك فضيلة محمودة كرم 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 يسود الناس كل زمان أما الأمانة فهي فيك سجية تدعى بها في السوق والميدان أما الأمانة أما الأمانة فهي فيك سجية فهي فيك سجية تدعى بها تدعى بها تدعى بها في السوق والميدان. عليه الصلاة والسلام. ومشكوره جدا يا استاذ عمر والله يعني شيء جميل وشيء مبدع فعلا. هنرجع لك يا استاذ حسن وفكره تطور الشعر بعد ثوره 25 يناير. هل حضرتك شايف ان الالفاظ اختلفت، التعبيرات اختلفت، بقى في مجال اكبر لكتابه الشعر، حرية أكتر؟ طبعا بقى فيه طبعا حرية أكبر، وإحنا ما كناش أصلا بنعرف كشعراء ما كناش بنعرف نعبر عن اللي بنكتبه في أي مجال. كان الخناق بيبقى مفروض حصار جذري علينا،
طبعا لا الموضوع يعني انت اختلف كاتب بعد حاجة الصدمة. اسمها نفديكي بأرواحنا يا مصر، صحيح؟ ممكن نسمعها منك اذا نفديكي بأرواحنا يا مصر، كلمة بقولها لكل العالم، لأجل عيوني أضحي بروحي، لو تحتاج حياتي ودمي نادي عليا وصحي جروحي، مش هتأخر عنك ثانية، يا بلدي يا عمري يا أم الدنيا، يا نبض عروقي ودقة قلبي، ليكي لوحدك بوهب حبي، يا كل حياتي وضي عيوني، شمسك حضنك بيدفوني، لما بحس بإني وحيد قمرك بحرك بينسوني، بينسوني حياتي الوحدة وزي ما أحبك بيحبوني، شمخة يا بلدي ورفع الراس، يا كلمة بيهتف بيها الناس، شهدت سينا على اللي حصلك، شهد أكتوبر على الأحداث، شافت سينا خراب ودمار، رجع أكتوبر بالإحساس، رجع النصر بعد دمارها، عاد من تاني لمصر أساس، شافت الرملة معارك حامية، شافت حرب جريئة ودامية، شافت أكتوبر رافع رايته، حكت الرملة كل حكايته، قالت كان فيه شعب عنيد، دخل الجاحد يوم على أرضه، وجه اليوم والجاحد شاف، شاف الشعب بيصون عرضه، عدى قناه وعبرها رمال وخطف سينا ورجع أرضه، دوق خصمه وطعم النار، وكان الجيش مارد جبار، كانوا أسود أثبتوا للعالم إن بلدنا لسه عمار، لسه بخيرها مهما هيحصل، خلي الدنيا تطق شرار، مهما هيحصل برضه قوية، ده رجالها أبطال أحرار. جميل يعني، ومتواجبة جدا مع اللي احنا دلوقتي هنحتفل بيه انتصارات اكتوبر أخيرا المجيدة ان نشوف شاء الله، أكتوبر إن شاء الله. ويعني نتمنى بجد ان دي تفضل الروح دايما اللي بينا الفترة الجاية ان شاء الله يا استاذ بإذن حسن. الله. نرجع لك مرة تانية يا الله استاذ يعافيك. عمر، وازاي بتثقل بقى موهبتك؟ بتسمع كتير، بتسمع منشدين الرائعين الشيخ ياسين التهامي، الشيخ محمد الباوي. لا الشيخ ياسين بسمع له، بحب اسمع له جدا. يعني وهو يعتبر مثلا برضه يعتبر ابتهال، الشيخ طبعا ياسين طبعا بالذات طبعا الشيخ محمد ابتهال. ياسين التهامي والشيخ محمد تمام. الباوي وغيرهم، يعني دول لا الشيخ اعلامنا جميل، الحقيقه، يعني جميل جدا اصوات جميله فعلا. ومعاني والله جميله. جميل. بتسمع لهم بقى، تحاول تثقل بس موهبتك من خلال بحب سماعهم. اسمع اللي في الاذاعه اكتر. تسمع في الاذاعه اكتر اللي هم في الاذاعه لانه كمان معاك في كل وقت اللي في الاذاعه، مفتوحه في البيت دول يعني على طول. 24 ساعه. بحب، جميله جميله جدا يعني والله. طيب تمام، تسمعنا ايه تاني يا استاذ عمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويبكو في النعيم مقيما، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ووحد صفنا، اللهم انصرنا على أعدائنا يا رب، احفظ يا رب مصارنا، احفظ يا رب شعبنا، ودم علينا عزنا ومجدنا يا رب يا رب، أنعم بقوم
كرم القرآن وهبوا له الأرواح وهبوا له الأرواح والأبدان يا رب أنعم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا رفعوا كتاب الله رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان رفعوا كتاب الله رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان يا ختمة القرآن يا ختمة القرآن أهلا مرحبا آن الأوان لنكمل البنيان زرعت حروف النور زرعت حروف النور بين شفاههم يا رب يا رب يا رب أكرم من يعيش حياته لدراسة القرآن لا يتوانى. أشكرك يا أستاذ عمر، شيء جميل والله، شيء مبدع بجد إنك يعني توهب وقت وقت من وقتك لإنك تتعلم حاجة يعني ابتهالات زي دي وإنك هتحاول إنك تأديها، يعني شيء جميل. الله يكرم حضرتك، ربنا يكرمك. نرجع لك مرة تانية أستاذ حسن، والأشعار دلوقتي اختلفت، يعني الشعر بعد الثورة ألفاظه مختلفة، فكره مختلف. الشعر اللي برضو بيحاول يقول ان في امل شويه، لانه يعني الشعر ما قبل الثوره كان ما فيش امل، ويعني في فساد وفي لخبطه وفي اشياء كثيره جدا غلط. هل في شعر دلوقتي ممكن نقول ان هو بيقول لا ممكن يبقى في شيء صح في وقت من الاوقات ان شاء الله الفتره الجايه؟ في اللي جاي باذن الله هيبقى فيه ان شاء الله. يعني الشعر بيمر بحاله فبيكتب عنها. يعني انت ما مرتش باي حاله تقول ان في حاجه ممكن تبقى صح ان شاء الله الفتره الجايه؟ في نور، في امل، في اي حاجه ولا؟ ان شاء الله في امل، ان شاء الله في امل. كتبت حاجه بالشكل ده يا استاذ حسن ولا لا؟ لسه يعني طالما ما فيش بوادر بانت قدامي لسه فصعب ان انا مثلا اكتب حاجه، انما الواحد بيحيل. كتبت حاجه عن مصر برضو الفتره الاخيره غير اللي احنا سمعناها منك؟ طبعا في حاجه بتقول مصر مناره الشرق، نسمعها من حضرتك يا استاذ حسن، اتفضل. بالتأكيد مصر منارة الشرق طبعا. مصر يا وحدة وادي النيل، مجد كرامة لكل الجيل. مصر يا هرم الدنيا الأكبر، حب ولادك ليك بيكبر. مصر يا وحدة في وطني العربي، حبك ساكن جوه في قلبي. مصر يا قلعة قوية متينة، فيك حضارة أصيلة عظيمة. مصر يا بحر ملان بحنان، كله سلامة وكله أمان. مصر يا مدفع للدخان، حامي بلادك من الطغيان.
مصر يا كتلة من النيران لو مسوكي لشع البركان. فاكرة يا بلدي يوم ما حاربنا وطردنا الهكسوس من أرضك وحمينا عرشك يا بلادي بدمانا دفعنا عن عرضك. فاكرة يوم ما عبرنا قناتك ورفعنا رايتك على سينا والدم يسيل من أجسادنا وعلى كل شبر في أراضينا وحاربنا أحفاد الشر علشانك كلنا ضحينا ضحينا بروحنا وبولادنا ورجعتي يا غالية علينا ورجعتي يا غالية علينا. بنشكرك يا أستاذ حسن. هنقف معاكم مع أستاذ عمر في فصل سريع ونسمع فيها حاجة حلوة ونرجع مرة ثانية. رجعنا مرة تانية مشاهدينا ومشاهدي النيل للتعليم العالي في كل مكان وحديثنا مازال متواصل عن ابتهالات الدينية والشعر الحديث ولسه مشرفنا أستاذ عمر النيل والشاعر حسن الوكيل. برحب بحضراتكم مرة تانية. نرجع لك مرة تانية أستاذ عمر ويعني بجد احنا سعداء قوي بأنه حضرتك معانا النهاردة ولأنه فكرة الحقيقة الابتهالات الدينية يعني بتلفت نظر كل الناس بيحبها كل الناس أكيد يعني. إيه اللي ممكن نسمعه منك تاني من ابتهالات الدينية؟ أغيب وزل طائفي لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب. أغيب وزل وأرجوه رجاء لا يخيب وأنزل حاجتي وأنزل حاجتي في كل حال إلى
فإنه به القلوب. فكم لله فكم لله فكم لله من تدبير أمر طوت عن المشاهدة الغيوب. ومن كرم ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب. وما لي غير باب الله باب ولا مولى سواه ولا حفيظ. وما لي غير باب الله باب ولا مولى سواه ولا حفيظ. كريم منعم كريم منعم بر لطيف بر لطيف جميل الستر للداعي مجيب بر لطيف بر لطيف جميل الستر للداعي مجيب. إلهي منك إسعادي وخيري منك إسعادي وخيري ومنك الجود ومنك الجود ومنك الجود والفرج القريب. شيء جميل. بنشكرك يا أستاذ عمر. وأستاذ حسن نرجع لك مرة تانية. وبركان الغضب، إيه اللي حابب تقوله من خلال بركان الغضب؟ بركان الغضب، صحيتي بركان الغضب، بركاني صار وانت السبب، زلزلتي قلبي وهدتيه قلبي اللي كان زي الذهب. ما بقاش خلاص يعرف يحب، ما بقاش خلاص فيه نبض قلب، ليه تفتحي أمهم هلاك، ليه تقتلي قلبي الملاك، قلبي اللي عاش على طول يحب، وريها يا قلبي أساك، شافت حنان دايما معاك، نسيتك باعت هواك، اسقيها من كاس المرار، صحلها عفريت النهار، هي اللي فتحت أمه وهي اللي عايزة تقيدها نار. احكم حصارك على اللي باعت، مفيش من الحساب فرار. لازم تخوني وتجرحيني، في دمك انك تخدعيني، غدرك طفالي نور سنيني وانا كنت فاكرك ضيعيني. غضبي عليكي خلاص صحي بجميع كيانك، اكرهيني، موتي في جلدك من الألم، اغرقي في بحر الندم. ازاي تبيعي محبتي وانا انتشلتك من العدم؟ سحرت عيني بضحكتك وبنظرتك قلبي اتوهم، دلوقتي جا وقت الحساب، ليه تقتلي قلبي اللي داب؟ حكمي يا خاينة ان اعدمك زي ما عدمت الشباب، ملاك يا خاينة تقتليه، اتحملي شطاني العذاب. صحيتي مارد الغضب، انا كنت قافل كل باب، بإيديك فتحت البيبان فتحت أبواب الخراب. هيدمرك ويدوس عليك قاموسه ما فيهوش العتاب، بتفكري فين تهربي
بشره بيطول السحاب، حضرتي عفريت اصرفيه، في الاصل كان وهم وسراب، بغبائك انتي صحتيه وقلبتي على نفسك صعاب. فتحتي ليه صفحات كتاب؟ كنت اقري عنوان الكتاب، مش هتخدعي بعد النهارده، هينهشك كما العذاب، هتبطلي تخوني البشر، مش هتنسي تاني انك تراب، مش هتنسي تاني انك تراب. نشكرك يا استاذ حسن واستاذ عمر، نرجع لك مره ثانيه. شايف انه الثوره ممكن تكون اثرت على الانشاد الديني ولا ملهاش علاقه؟ ممكن تاثر في الالفاظ، ممكن ندي الفاظ محيه شويه للروح الثوريه، للروح اللي موجوده في مصر. تمام، شفتها دي في الانشاد؟ لا يعني في الامن، في الترويع، في لا لسه ما 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 درستش لا اي حاجه او اي ابيات او كده. صحيح، امال ايه الابيات اللي ممكن تكون موجود معاك دلوقتي حابب تسمعها لنا يا استاذ عمر؟ ماشي حاضر. عن اي موضوع يعني؟ يعتبر ادعيه وبتاع. ادعيه برضه؟ طيب تمام، اتفضل يا استاذ. بالله إيماني وفيه رجائي، وإلى علاه براعتي ودعائي. بالله وإلى علاه وإلى علاه براعتي ودعائي. يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي، يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي. فإذا سجى ليلي وطال ظلامه، فإذا سجى ليلي وطال ظلامه، طال فكنت كنت كنت ضيائي. من غير ربي أرسل الغيث الذي يسقي عطاش الفيل في الصحراء؟ من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت صخرة الصماء؟ من غير ربي أرسل الغيث الذي يسقي عطاش الفيل في الصحراء؟ من غيره رزق
يمكن خير ختام لحلقتنا النهارده معاك استاذ عمر. بنشكرك جدا بجد على الوقت اللي امتعتنا بيه ببتلاتك الدينيه. بنشكرك جدا يا استاذ حسن على اشعارك الجميله اللي شاركت بيها النهارده معانا ومع استاذ عمر. اتمنى كل توفيق ونتمنى بجد يكون لقاء اخر مع حضرتك. شكرا لكم جدا. وبنشكر كل مشاهدينا مشاهدين التعليم العالي واللي تابعونا النهارده في حديثنا عن الابتهالات الدينيه والشعر الحديث. على وعد بلقاء جديد وحلقه جديده من نقطه تحول.